السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على ترتيب المنتخبات حسب تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021. بالنسبة للمراكز الأولى تقريبا بدون تغيير، المركز الأول دائما للمنتخب البلجيكي، المركز الثاني للمنتخب البرازيلي، المركز الثالث للمنتخب الفرنسي. أما بالنسبة للمنتخبات الإفريقية فالمركز الأول يعود إلى المنتخب السنغالي، حيث يحتل المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 20 عالميا. بالنسبة للمنتخبات العربية يبقى المنتخب المغربي دائما في الصدارة، يحتل المركز الأول عربيا، المركز الثاني إفريقيا والمركز 28 عالميا. المنتخب الثاني عربيا هو المنتخب التونسي، المركز الثالث إفريقيا والمركز 29 عالميا. أما بالنسبة للمنتخب الجزائري فهو يحتل المرتبة الثالثة عربيا، المرتبة الرابعة إفريقيا والمرتبة 32 عالميا. أما بالنسبة للمنتخب المصري فيبقى المركز الرابع عربيا، المركز السادس إفريقيا والمركز 45 عالميا. أما بالنسبة للمنتخب السعودي فيحتل المركز 48 عالميا.